ماشي. انا لبست جون في اول دقيقتين قلت عادي، ايريك جارسيا قصير وفي الكره العاليه ما بيعرفش ان هو يلعبها بدماغه، وعادي عمالين نحنكش 42 دقيقه بعد ما لبسنا الهدف الاول وملناش اي ريحه الخطوره غير من الكره الثابته اللي بيزيد فيها اروخو، علشان اروخو مميز بالكرات الثابته اللي هو بيجدها، والراجل عمل كوره جميله جدا بدماغه الحارس طلعها باعجوبه، وقلنا الحمد لله واضح ان احنا هنطلع بمكسب على الاقل. اروخو النهارده جوه الملعب هجوما يا عم الله كريم، هو كان واخد فرصه 3 ماتشات من لابورتا لازم يكسبه من الاسبوع ده، اولهم غرناطه وبعد كده قادش وفي اخر الاسبوع ليفنتي، كسب الثلاث ماتشات يكمل معانا لحد الماتشين الجايين في دوري ابطال اوروبا، خسر واحد فيهم او تعثر في واحد الله كريم ونجيب مدير فني تمام. انت نازل اول 3 دقايق لابس جون وبسم الله الرحمن الرحيم الباك الشمال بتاعك قال لك عندي مشكله في جنبي وانا خايف وانا متكهرب، ونزلته مكانه من جيزه عشان خاطر تلعب من غير باك شمال، ما عنديش اي مشكله، وعمال اقول ان انت مصدوم وما عندكش عناصر يا عيني، ده حتى اللي على الدكه لوك ديونج هو اللي هينزل مفترض يغير الاحداث هجوميا علشان خاطر انت مضطر تلعب بكوتينيو اللي انت مش عارف بتلعب 4 3 3 ليه، وبتحط كوتينيو في مكان فشل فيه سنتين كاملين مع الاسطوره فالفيردي، وفي نص ملعبك في سيرجيو بوسكيتس وسيرجيو روبرتو، يعني بسم الله ما شاء الله تحولاتك الهجوميه السريعه هتكون حاجه منسيه تماما، وهتضطر غصب عنك انك تمشي بسرعه النمله في بناء الكوره اللي هو الصلاه على النبي كده. خلاص يا معلم، يعني هي باينه من اولها اهي ان الدنيا صعبه ولابسين جون وقاعدين نجروا النتيجه، وعمال اقول الله يكون في عون كومان من اللي هيتقال عليه بعد الماتش، انا عارف ان كومان سباك بس للامانه بدا يصعب عليا عشان خاطر الاقي كومان بيقرر ان هو ينزل بيكيه ويطلع سيرجيو بوسكيتس تمام، الراجل جبان بيطلع بكره مقدسه بينزل بكره مقدسه تمام يا معلم، ما عنديش اي مشكله لحد ما ببص كده جوه الملعب او بيكي بيلعب ايه؟ بيكي بيلعب فيرود؟ الله 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 بيكي فيرود ازاي يعني؟ احنا عشان خاطر الكره الخطيره لينا هي الكره العرضيه تنزل بيكي تلعب بيه سترايكر؟ يخرب بيتك يا بعيد، انت بتعمل ايه يا بعيد؟ انت قاعد بص كل الكره بيكي بيكي عمال يروح ويرجع، اللي هو بيكي يا جماعه بيلعب ايه؟ بيكي نازل يلعب فيرود ولا نازل يلعب نص ملعب ولا بيعمل ايه؟ طب نص ملعب ريكي بوتجي كان نازل وجافي كان نازل، طب بيكي بينيل ايه؟ الله اعلم. وتقعد تبص كده لا ده فرانكي دي يونج نزل تحت، اللي هو لا ده بيكي بيلعب فيرود بجد يا جماعه، ده ايه الجمال والحلاوه اللي فيها دي؟ احنا حضرنا الزمن اللي بيكي بيلعب فيه فيرود للدرجه دي الفرقه فضيت؟ لا يا معلم انت مش مظلوم معلش، ما انت ما كنتش قاعد كيس جوافه ولابورتا بيبيع ميسي، لابورتا بيبيع جريزمان اسف وبيطفش ميسي، كنت قاعد انت فين بقى؟ كنت بتقول له انا عندي الاسطوره بريس وايت، وبريس وايت اتصاب بعد اول ماتش، وقعدت تبص كده حواليك لوك ديونج هو اللي موجود، لوك ديونج نزل النهارده وكان سيء ونزل ماتش بايرن وكان سيء، علشان خاطر تقعد تبص كده تقول لك لا افتكس افتكاسه جديده، احط بيكيه فيرويد اللي هو بيكيه مش شايف بقاله 5 6 سنين اساسا في مركزه كمساك، تحطه فيرويد ده انت عايز تنهي الحقبه بتاعتك بحاجات تضحك وحاجات تموت الجبير من الضحك، بس عادي يا معلم على الاقل نكون في ابتسامه اترسمت على شفاه جمهور برشلونه من الفتره بتاعتك، وهي ان بيكي لاعب فيرو، لا دي الحاجه الوحيده اللي ممكن ان احنا نفتكرها لك بصراحه، اما مكسب الكاس ده كان الطبيعي والمنطقي انك تكسب الكاس، فاللي مش طبيعي ومش منطقي انك تلعب بيكي فيرو، دي حاجه بصراحه يعني غريبه جدا، واي حد هيقعد يقول لك لا الراجل مظلوم، لا الراجل بص انا مش شايف ان في حد مظلوم في برشلونه، لابورتو ظالم وكومان ظالم واللعيبه اللي موجوده في برشلونه حاليا ظالمين، والمظلوم الوحيد في برشلونه حاليا هو الجماهير، لان احنا حتى تين هاج اللي احنا بنحلم ان هو يمسك الفريق، لو مسك الفريق ما خدش صلاحيات كامله من الاداره بتاعه لابورتا هيبقى زيه زي كومان، وبيتفرض عليه اسماء يلعبها واسماء ما يلعبهاش واسماء يمشيها، ويلعب 4 3 3 امتى ويغير 4 3 3 امتى، والموضوع اساسا كله بسبب الفلسفه اللي حطها ساندرو روزيل من اول ما مسك النادي، ان المدير الفني ما يبقاش عنده صلاحيات كتير وكل الصلاحيات تبقى في ايد الاداره، والمدير الفني ده عباره عن كيس جوافه واقف على الخط حتى مش متحكم في اوضه اللبس ولا متحكم في طريقه اللعب، وهو عباره عن موظف موجود كده احنا حاطينه عشان خاطر مضطرين يبقى عندنا مدير فني، ايه المشكله في برشلونه متجذره بقى لها سنين عزيزي، بس هنعمل ايه؟ ادينا بنقعد نتفرج، وعمر مشاهده برشلونه ما هتكون حاجه ممله ولا حاجه صعبه بالنسبه لنا مهما ساءت النتائج على فكره. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش فاعتبر الاربع دقايق دول من ضمن ال 94 دقيقه اللي انت حضرتهم النهارده.